أقامت الرعية السريانية الكاثوليكية في الأردن احتفالاً للأطفال من أبناء المهجرين العراقيين في دير الراهبات السلزيان دون بوسكو في الويبدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي بداية الاحتفال ألقى الأب فراس دردر راعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية كلمة معبرة دعا فيها المحتفلين إلى الاقتداء بالقيم الإيمانية، وخاطب الأطفال داعياً إياهم كذلك إلى أن لا يخافوا، فالسيد المسيح كان مهجراً أيضاً مع أمه مريم ومربيه يوسف. وختم كلمته بالشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم أنشطة التعليم المسيحي والكنيسة السريانية بالذات، وفي مقدمتهم غبطة البطريرك يونان الكل الطوبة والراهبات السلزيانات اللواتي يقدمن المكان لخدمة أطفال الرعية. واشتمل الاحتفال على تقديم العديد من الفقرات الروحية والترفيهية والفنية والاستعراضية، ثم تناول الأطفال مائدة محبة بأجواء من الفرح والسرور مع بعضنا البعض مع أطفالنا الأحباء الحلوين التابعين لكنيستنا السريانية الكاثوليكية بالأردن من المهجرين العراقيين حوالي 250 طفل. ومع العلم هالسنة كنا مقررين أنه ما يكون عندنا حفلات بسبب أوضاع العراق الدامية، ولكن هالأطفال فعلا اللي يغضون بهذا البلد الغالي على قلوبنا الأردن اللي استضاف هالمهجرين العراقيين يغضون أيضا أوضاع صعبة أيضا ويقدمون الشهادة الحقيقية أيضا بحياتهم من خلال هذا التهجير ويعيشون بظروف وأوضاع جدا صعبة، ولكن الحفلة اليوم هي حفلة روحية حتى يخرجوا شوي أو يطلعوا شوي من أجواءهم اللي عايشيها الأجواء الغير الطبيعية بعايشيها ببيوتهم من العوز ومن الضجر ومن الاحتياج. حتى دائما الكنيسة نقول دائما الكنيسة يتفكر بأبنائها من جميع النواحي لشوي يتنفسوا من عدة أمور. نشكر الدير الرهبات اللي احنا هذا شغلنا، يعني نستقبل الشبيبة ونستقبل الأولاد الصغار، وهذا هدفنا انه يكونون فرحانين. ونشكر المنشطين على جهودهم عن جد، يعني الله يباركهم ويعطيهم الصحة ليكملوا مسيرتهم بنشر البشارة للأطفال. أطفال هواي حلو طبعاً، الابتسامة مبينة على وجههم رغم الصعوبات ورغم التهجير وكل شيء، بس الفرحة مبينة بوجوههم. هذا اللي إحنا نريد نوصله، إنه يكونون فرحانين، يكونون يعيشون بسلام حتى لو ماكو سلام، بس هو السلام الحقيقي هو يسوع المسيح، وهذا هو هدفنا إنه يكونون فرحانين. وإن شاء الله دائما نقدر نوصل الرسالة للعالم ولأولادنا، أول شيء بمجتمعنا، والمسيح ولد، هللويا، يعني دائما المسيح يولد بقلوبنا أول شيء، بعدين بمجتمعنا وبعدين بالعالم أكيد.